السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من الآخر خلاصة. لو أول مرة تزورون في القناة تشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك أو سبسكرايب، أعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. متابعينا الكرام، معكم محمد نور الدين. خلينا نتكلم عن ترتيب فرق الدوري الفرنسي وترتيب الهدافين ونتائج مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي بعد الانتهاء اليوم الأحد 31 يناير 2021. متابعي الكرام، الجولة بدأت الجمعة 29 يناير 2021 بفوز ليون على بوردو 2-1. أحرز أهداف ليون توكو إيكامبي في الدقيقة 32 وليو دوبا أو دوبا دوبا في الدقيقة 92، هدف بوردو عن طريق سامويل كالو في الدقيقة 55. لانس اليوم أو أمس السبت 30 يناير لانس فاز على مونبلي 2-1. تم تأجيل مباراة مارسيليا أمام رين، الله أعلم، أعتقد يعني إن شاء الله مش كورونا، بإذن الله مش كورونا يعني. اليوم الأحد 31 يناير 2021 آخر مباريات الجولة، سان تيتيان فاز على نيس 1-0، أحرز الهدف اللاعب تشارلز أبي في الدقيقة 88. باريس سان جيرمان يخسر أمام لوريان، مش عارف الخسارة الكام، ولكن باريس بيتعثر اليومين دول أو يعني الموسم ده كتير جدا. لوريان يفوز على باريس سان جيرمان 3-2، أحرز هدف لوريان لوران أبريجيل في الدقيقة 36 ويوان ويسا في الدقيقة 80 وموفي أو موافي موفي في الدقيقة 91. هدفي باريس سان جيرمان عن طريق نيمار دي سيلفا من ضرب الجزاء في الدقيقة 45 ومن ضرب الجزاء أيضا في الدقيقة 58. ميتز يفوز على بريست 4-2، أنجي يفوز على نيم أولمبيك 3-1، ستاد ريمس يفوز على ستراسبورغ 1-0، ليل يفوز على ديجون 1-0، أحرز الهدف يوسف يازيجي في الدقيقة 29، وموناكو يفوز على نانت 2-1 وأحرز هدف موناكو جيرمو ماريبان في الدقيقة 45 وكيفين فولاند في الدقيقة 60. أما هدف نانت عن طريق ريناود إيموند في الدقيقة 83. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الفرنسي بعد انتهاء الجولة الثانية والعشرين. متابعينا الكرام، في صدارة جدول الدوري الفرنسي بعد مباريات الجولة الثانية والعشرين، ليل في المركز الأول ب 48 نقطة، ليون في المركز الثاني ب 46 نقطة، باريس سان جيرمان في المركز الثالث ب 45 نقطة، موناكو في المركز الرابع ب 42 نقطة، رين في المركز الخامس ب 36 نقطة ولكن لهم مباراة مؤجلة، ميتز في المركز السادس ب 34 نقطة، لانس في المركز السابع ب 34 نقطة، أنجي في المركز الثامن ب 33 نقطة، مارسيليا في المركز التاسع ب 32 نقطة ولهم مباراتين اثنين مؤجلتين، بوردو في المركز العاشر ب 32 نقطة، مونبلي في المركز الحادي عشر ب 28 نقطة، ستاد ريمز في المركز الثاني عشر ب 27 نقطة، نيس في المركز الثالث عشر 26 نقطة ولهم مباراة مؤجلة، بريست في المركز الرابع عشر ب 26 نقطة، ستراسبورغ في المركز الخامس عشر ب 24 نقطة، سانت تيان في المركز السادس عشر ب 22 نقطة، نانت في المركز السابع عشر ب 18 نقطة، لوريان في المركز الثامن عشر ب 18 نقطة، ديجون في المركز التاسع عشر ب 15 نقطة، ونيم أولمبيك في المركز العشرين والأخير ب 15 نقطة ولهم مباراة مؤجلة. بالنسبة لترتيب صناع الأهداف او الاهداف الاول، ترتيب الهدافين اولا، متصدر الهدافين كيليان امبابي لاعب باريس سان جيرمان برصيد 14 هدف، في المركز الثاني بولاي ديا لاعب ستاد ريمس ب 12 هدف، وفي المركز الثالث كيفن فولاند لاعب موناكو ب 11 هدف، ومنفيس ديباي لاعب ليون، وفي المركز الرابع توكو ايكامبي لاعب ليون ب 10 اهداف، ولودفيك اوجورج لاعب ستراسبورغ في المركز الخامس، اندي ديلورت لاعب مونبلي ب 9 اهداف، وبوراك يالماز لاعب ليل. متابعي الكرام، بالنسبه لترتيب صناع الاهداف، في صداره صناعه الأهداف اللاعب فلوران توفين لاعب مارسيليا صنع 7 أهداف، في المركز الثاني أو المركز الأول أيضا جوناسان بامبا لاعب ليل صنع 7 أهداف أيضا في المركز الثاني، أندي ديلارت لاعب مونبلي صنع 6 أهداف، وأنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان، وكيليان امبابي لاعب باريس سان جيرمان، وكيفن فولاند لاعب موناكو، ومنفيس ديباي لاعب ليون، وغايتان لابورت لاعب مونبلي. في المركز الثالث رومان بيرو لاعب بريست صنع 5 أهداف، وسامبيا لاعب مونبلي. في المركز الرابع ماكسويل كورني لاعب ليون وحسام عوار لاعب ليون صنعوا 4 اهداف. متابعي الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناه من الاخر الخلاصه، اشترك في القناه فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.